لأن الراجل، ودي حقيقة تاريخية، من أيام جدي وجدتك غاوي يستعبدنا ويخلينا مكسورين الجناح. على فين؟ داخله معاكي الاجتماع. بكرشك ده؟ ده مش كرش، ده انا حامل. ايه؟ حامل؟ عادي، اهلي عارفين، ما انا متجوزه. وكمان متجوزه؟ ده كان يوم. يا سفله، يا وطي يا وطي يا وطي، فخور قوي انك حامل. طب الكرش بيروح، لكن الحمل بيقعد شهرين ويستوي وتتحفينا بقى بعيال. شايفه شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه البقليله دي؟ مالي يعني؟ مناخيري فشرت وداني تنقرت. ده انا بس ديتها اولد وهتلاقيني مززه المزززليه. قصدك تفقسي؟ انت بتحلمي وريني ايه؟ فريده افقدي الامل. انا فاقده من زمان. اتشأمي، متشائمه، اكتئبي، عندي اكتئاب. انت من النهارده مش انتي. امال انا مين؟ انتي واحده تانية. شغاله للبيبي. وشغاله لابو البيبي. من عن ابو البيبي. وشغاله لشغلت البيبي. ربنا يفرمها وياخدني عشان ترتاحي. ايه ده؟ ده ابني علي بيعشق البوزو، وعلى طول تلاقيه نايم على بوزو. وده بقى هيدخل الاجتماع؟ ما اعمل ايه بس؟ ده يترزع هنا. ماشي. الحمد لله وصلت على خير. أهم مسؤول تسويق إعلاني عندي في الشركة، الأنسة نادي الحلوان. على فكرة ممكن الشركة ما يوافقوش، أنت الأوفر بتاعكم عالي عالي قوي. أرجوك يا أبو سيدك الحين العميل حيطير. 10%. ده ابتزاز خالص. وده عميل مروح مالص. اوكي يا بنت الحلواني، جو هيد. اوكي يا كوتش. اسمع يا استاذ عسل. عسل ايه؟ اسمه حسن. حسن؟ طب ما تقول حسنين وخلاص. اسمع يا استاذ حسنين. صفقة ضاعت يا كوتش. الو أستاذ علي، إزيك يا أستاذ علي؟ 3 مليون؟ واو، بس أنا طالبة أكتر من كده. أستاذ علي، لو حضرتك هتتأخر إحنا قاعدين مع أستاذ حسن وحنضطر إن إحنا نديله الحملة. إيه؟ بتقول كام؟ 4 مليون؟ في التليفون 4 مليون، أو في الحقيقة بقى لو جه هيبقى كام؟ 5؟ 5؟ مش ممكن، مش ممكن. شركة أستاذ علي عرض 4 مليون وخلاص هتاخد الحملة. يعني إيه؟ يعني خلاص نتقابل في صفقة تانية. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التصرفات دي؟ كل ده عشان طلبنا مهلة؟ لعند أمك أفندم. شيل كمك يا أستاذ عماد، معقول حضرتك يعني هقول لك عند أمك وحضرتك هتدفع معانا 5 مليون جنيه؟ يعني ده مش لوجيك حضرتك. مش اقعد يا حسن، اقعد حاجة. إحنا هناخد الصفقة وندفع 500,000 جنيه زيادة. مليون 750. أوكي موافقين. هنفكر. هنفكر. 900. 850 ومش هدفع جنيزيا ده. اوكي دان دان. على فكرة انت كل مرة بتخسرني كل اصحابي. فاكر المرة اللي فاتت خسرتيني سامي؟ فاكره؟ امولة استاذ علي. فلوس؟ ده انا هأكله بوزو لحد ما يبقى كلبوزو. كلبوزو؟
حاضر. ايه خلونا انور دي اهو، والخاتم تحفه. واو غدا، عندي مشكله رهيبه الدور، في واحده صاحبتي في الشغل اتهفت في نفخها وعايزه تتجوز، فقلت اعدي عليها اعزيها. اوكي هابي فالنتاين. بيع عبيطه تبيع حريتها عشان راجل يطول ايده عليها، وفي الاخر يبليها بعشر ريال وتطلعي هي فيهم، وهو يروح يشوف نفسه ما هو راجل 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 راجل. مبروك يا طنط. الله يبارك فيكي، ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. مش قادره ابص. كنت عارفه انك مش ممكن تتخلي عني في يوم زي ده. صح صح، هو الواحد ليه ايه عند صاحبه؟ وبعدين مش لازم اقف معاكي في محنتك يا خايبه. صوت صوت، ما تقدرش يقعد دقيقه واحده من غيري. هسيبك تتسلي في الفرح بقى. ها هو انت يا طنط مش اتجوزتي قبل كده؟ طبعا اتجوزت، ما خلفتها ازاي؟ طيب وما نصحتهاش ليه؟ هتعملي ايه يا سوسو؟ برضه هترمي الورد اللي انا جبتهولك؟ ايوه، ما كل العروسات بتعمل كده يوم فرحهم، دي عاده فرعونيه. ايوه بس انا طالع عيني لما جبته. طب لما يبقى يقع على راس اي حد ابقى اجري وراه وهاته. انت بقى حلال فيك الجواز. يا ريت يا ريت يا حبيبتي. نهار اسود. انا بعتهولك اهو دلوقتي. ها حلو؟ اوكي. لا 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 دي دبانه، دبانه جنبي. طيب بصي عليه وكده. طيب بصي عليك وكلميني. يلا باي. بحبك. يا بيبي ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ لان احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ خمس دقايق. لا مش قصدي، من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني خلاص بقى ما تقفش، يعني قول ايه خمس ست عشر سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو، عندهم هنا مش شوكولاي يجنن. انا مسافر. تيجي بالسلامه يا بيبي. لا انا مش مسافر، مش فاضي وراجع، انا مسافر اشتغل في دبي. واو انا كمان مسافره بكره، عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ هتفضلي عايشه لوحدك؟ لا معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. مش ناويه تتجوزي بقى؟ عندك عرس والله. هو انا ليه كل ما اجيب لك سيره الجواز كده بتعملي فيها عبيطه؟ اه قلبي مش عارفه ليه قلبي اتقبض كده فجاه. هو انت كنت بتقول حاجه؟ كنت بقول يا ستي ان انا عاوز اتجوزك، ولو وافقتي هاجل سفر اسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سده النفس دي، جواز ايه؟ واسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفه في الباكج؟ ها وجسمي يبوظ واقف في المطبخ وشعري؟ ما فكرتش في شعري؟ لا والله انا اسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني انت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من أربع حروف، لكن أرفض خالص مالس نيفر إيفر نو بيبي. بيكول بيكول إيه؟ أنا عادي خمس سنين. فاين هستناك. وبعدين هما الخمس سنين إيه؟ ما إحنا بقالنا مع بعض عشر سنين، حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة أنت ما طلبتش حاجة. لا طلبت، بس واضح اللي طلبته مش موجود في المنيو. مش في المنيو؟ وطلب لحمة راس ولا ايه؟ أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل ثلاث دقائق. ده رجل غلبان قوي، كل ثلاث دقائق يقتلوه. يا صبروا طولة بال والله. اداروا دلوقتي الدار، يلا اهربوا على بيتك 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 بيتك. مش قلت لك مليون مرة يا معفن ما تقعدش مع الرجالة قدام البيت؟ يعني أنا لقيت ستات أقعد معاهم وما قعدتش. ودي منظر كائنات تقعد مع ستات؟ ست غيورة ونفسنا. أيوة
أمال لو شافت الستات اللي صحيني الساعة 7 الصبح عشان عندي طيارة. أوكي.